أنا أعتذر عن هذه الصور، كفى يعني، كفاية زملائي، لأنه هذه صور بشعة، هذه صور فقط. يعني كيف يتم إعدام فتاتين بهذا الشكل؟ يعني أين النخوة؟ أين الرجولة؟ أردوغان دائما يقف كالطاووس مزهوا ومفتخرا بأجداده وبدينه. هل هذا هو الدين؟ هل هذا هو الدين؟ هل هذا هو الإسلام؟ هل هذا هو، هل هذه هي السنة؟ أنا أعتقد إن ما جرى لا يجب أن يغتفر، وهذا يجب أن يكون من ضمن جرائم الحرب التي يجب أن يعاقب عليها أردوغان ويعاقب عليها الجيش التركي. ما يجري الآن كما قلت وأقول، كل دولة منهمكة على أوضاع داخلية، لكن أين أصوات المسلمين؟ أين أصوات من يصدعوننا ليل نهار عن حقوق الإنسان؟ أين منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش؟ وأين الأمم المتحدة؟ وأين مجلس الأمن؟ أليس هؤلاء ببشر؟ ليس هؤلاء بأناس أصحاب الأرض وأصحاب الحق؟ ما دخل أردوغان وما دخل تركيا فيما يجري داخل الأراضي السورية؟ أليس هذا يمثل احتلالاً؟ يمثل هذا اعتداءً على حقوق الإنسان؟ رجولة أردوغان المنقوصة، وأنا قلت أنه يمارس رجولته فقط على أبناء جلدته ولا أصحاب الحق، لكنه يتعامل كإنسان مخصي كما قلت من قبل فيما يخص الأراضي الفلسطينية والقدس الشريف. نحن نكيل بأكثر من مكيال. المنافقون صامتون، لا يتحدثون، لا يكتبون، لا يناقشون. أتحدى أن تذيع قناة الجزيرة، أتحدى أن تتحدث قناة الجزيرة وكل القنوات الأخرى الإخوانية بمثل هذا الحديث. هؤلاء كلهم جميعهم منافقون.